مسرح مرايا بالعلا، أكبر مبنى في العالم صنع من ألواح زجاجية عاكسة ومن مرايا، هو هذا المبنى متخذا شكل مربع مساحة أكثر من 9000 متر مربع. تحفة معمارية جميلة وفريدة وسط هذه الصحراء، تقابلك هذه التحفة المعمارية الفريدة الجميلة الرائعة على شكل مربع مساحته أكثر من 9000 متر مربع. داخل هذا المبنى مسرح وقاعات وكوفيهات ومطاعم ومعرض للفنون إلى غير ذلك. شوف كيف الزجاج والمرايا عاكسة الطبيعة من حولنا، عاكسة الجبال، عاكسة الصحراء، عاكسة الأرض، عاكسة السماء، عاكسة كل ما حولك. شوف كيف هنا منظر، وشوف المنظر هنا، مما يعطي مساحة شاسعة وكأن الأرض أمامك ممتدة وممتدة. يا سلام، جميل جدا. احنا الآن في الجهة الأمامية، المدخل الرئيسي من هنا. يا سلام، شوف 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 الجبال كيف على جدار المسرح، لأنه مصنع من مرايا فعاكس الطبيعة التي أمامها. يا سلام يا سلام، سلم عز الله أنه تحفة. وهنا الجهة الأخرى. طيب خلينا نروح كده، يعني ما شاء الله منين ما تلف المكان جميل وعاكس، تحفة تحفة وسط هذه الصحراء. شوف الجبال اللي هنا عاكسها مسرح مرايا. يا سلام، تأمل تأمل واستمتع. حتى ارتفاع شاهق. يا سلام، ما شاء الله السياح من كل مكان مستمتعين بهالمنظر الجميل من كل مكان، من داخل السعودية وخارج السعودية. العلا أصبحت وجهة سياحية عالمية رائدة على مستوى العالم، ما شاء الله تبارك الله. العلا ملتقى الحضارات وعروس الجبال، يعني الجبال فيها تشكيلات رائعة جميلة قل مثيلها في العالم، ما شاء الله تبارك الله. شوف شوف أنا الآن بصور المسرح، جدار المسرح وعاكس كل الطبيعة اللي حولها، عاكس الناس وعاكس البشر وعاكس الأرض والسماء والجبال والأرض، ما شاء الله تبارك الله. مكان تحفة جميل رائد. طبعا هنا هذا المسرح في مكان يسمى منتزه إعشار أو منتجع إعشار، منتجع كبير جدا يوجد فيه شاليهات ومطاعم وكافيهات واستراحات ومسابح وجلسات جميلة وأسواق، مكان عالمي. الجمال والروعة، وكأن الأرض أمامك ممتدة بسبب ما تعكس من طبيعتك.